وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتهم إخوانه بحب الشهرة وبحب الرئاسة ويغتابهم بهذه الاتهامات بدون أن يذكر دليلا على ذلك؟ نصيحتي لي أولا ولهذا الشخص ثانيا أن يتقي الله عز وجل يوم أن يقف أمام الله عز وجل وتبلى السرائر، فإنه لا بد أن يجهز جوابا أمام الله عز وجل، لأن اتهام الناس ليس بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا ما كان هذا الشيء فيه، وهذا من الأمور التي إن كان ليس هناك دليل، هذا من الأمور التي تكون في قلبه، فكيف تعرفه أنت؟ هل شققت عن قلبه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا متعوذا من السيف، خائفا منه. الخوف أين مكان؟ أين مكان الخوف؟ خائفا من السيف، يعني في قلبه خوف، عنده خوف، يقول لا إله إلا الله وخائف. قال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ ما أمرنا لننقب في قلوب الناس. إذا ظهر منه وهناك أدلة واضحة أنه يحب الشهرة، وأما إذا كان الظنون فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وينبغي علينا أن نكذب ظنوننا، نكذب ظنوننا في إخواننا، لأن أخاك هو نفسك التي بين جنبيك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قضية الإفك عظيمة. النبي الله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما قال بإخوانهم. قالوا: هذه الآية أبلغ آية في ذكر الأخوة، أن أخاك هو نفسك التي بين جنبيك، اللي ترضاه لنفسك الذي ترضاه لأخيك لابد أن ترضاه لنفسك. فإن ترضى لأخيك ما لا ترضاه لنفسك فأنت قد اقترفت ذنبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب ما يحب لنفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل نفي للإيمان هو نفي لكماله الواجب. كل نفي للإيمان هو نفي لكماله الواجب، يعني يأثم الإنسان. لذلك اتهام الإخوة، اتهام أهل السنة، هكذا رمي الاتهامات لطلاب العلم بأنهم يحبون الشهرة والرئاسة، الله أكبر. كان السلف يتهمون أنفسهم. اتق الله، اتهم نفسك قبل أن تتهم غيرك. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يتهمون أنفسهم، ما يتهمون غيرهم من إخوانهم. اتهم نفسك وأحسن الظن بإخوانك. يقول بكر بن عبد الله المزني، اسمعوا لهذا، يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر. الله أكبر. إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وما إن أخطأت فيه أثمت سوء ظنك بأخيك. أنت تأثم إذا أخطأت في سوء ظنك بأخيك، ولا تؤجر إذا أصبت في سوء ظنك بأخيك. ولذلك ينبغي علينا أن نحسن الظن بإخواننا، ولا سيما صاحب السنة، ولا سيما
من كان على خير، فإن الشيطان هو الذي يسعى في إفساد ما بيننا، وهو الذي يسعى في إسقاط إخواننا، وينبغي ألا نعين الشيطان على إخواننا. ولو وجدنا فيهم، وجدت في أخيك حب الشهرة بينك وبينه، انصحه، بين له بالتي أحسن، ليس أنك تريد قذفه في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بصحابي في الخمر ويجلد، وما أكثر ما يؤتى به، فيسبه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الله أكبر، لا تعين الشيطان على أخيك. لماذا؟ وهو قد شرب الخمر ويقام عليه الحد. لماذا؟ لأن هذا الدين دين رحمة، دين رحمة، حتى المخطئ لا نفرح بإبعاده، ولا نفرح ببعده عنا، بل نحزن وندعو له في ظهر الغيب، ونحاول أن نمشي في إصلاحه. أنت لا تعيش لوحدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن تصبر، لئن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. هل سمعتم أن الأنبياء تركوا أقوامهم؟ الأنبياء يمشون إلى أسواقهم وإلى أماكنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى أسواق الكفار ذي المجاز وغيره ويدعوهم، ويذهب لهم في أماكنهم ويدعوهم، كل هذا خوفا عليهم. يقول: من يحملني لأبلغ كلام ربي؟ سهل أن الإنسان يترك الناس ويمشي، لكن الصعب أن تخالط الناس وتدعوهم إلى الكتاب والسنة وتحرص عليهم. نسأل الله لنا ولإخواننا التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ثم يا إخوة، خلي عساه يحب الشهرة، خلي هذا يحب الشهرة، صاحب السنة هذا يحب الشهرة، ما لنا وله؟ صاحب سنة ينفع الله به ويدرس الناس ويحب أن الشهرة، هذا بينه وبين ربه، صح ولا لا؟ هذا بينه وبين ربه أنه يحب الشهرة، لكن هل عليه مأخذ شرعي؟ هل عليه أنه عنده بدعة؟ عنده مخالفة شرعية؟ أما يحب الشهرة، يقول ابن رجب رحمه الله: آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة. فلذلك لا يجوز أن لأجل هذه الأمور، حتى تنزلا، لو قلنا فلان يحب الشهرة لكن صاحب سنة وينفع الله به ورجل صاحب علم، الله أكبر، هذا بينه وبين ربه. لكن لنا خيره، لنا هذا الخير الذي يعمله، وبينه وبين ربه، إن كان أراد رياء وسمعة فهذا بينه وبين ربه. أما نحن لا ننظر إلا للظاهر، ما عندنا إلا الظاهر من الناس، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا نأخذ الناس بالوحي، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناهم بظواهرهم.